ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد. شكر أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد. شليل ابي بروسف شين ستانسيتي ميراني باتي مارن شبه موتن تطفن برافر بستاني ونائي دفنو تفردم زمنو دونزو دير سوز بخريسوز جيافرس كبازي نيكو أربعت نيرا فارهي رب شفت نيرا وفتيهاتو هيرون أبدي تتين بنت شعري أتايون أصاي إن سبومر انت الفهبوز انت فاري إيرون كم باك أصاب فاين يمني وديرون تبنون إن إلي بن بانتو كراتور مشوي سبنو تي برون سبك صاستي نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك أنتظرتنا وعندنا وعبستنا قبلتنا إليك أشفقت علينا عددتنا تيتابين إلى هذه الساعة اطلبون
قولك ارحمنا الله وترافع علينا واسمعنا وعيننا واقبل سؤالات وطلبات قديسي منهم بالصلاة عنا في كل حين وأن يحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا البطريرك الأنبا وطرس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا بيمن ويغفر لنا خطايانا يا رب ارحمنا ذات من صلاك يا محب البشر امنحنا ان نكمل هذا اليوم المقدس كل يوم وليله حياتنا كل سلام مما مخافتك من كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار قيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزعها عنا وعن ساري شعبك وعن هذه الكنيسة المقدسة وهذا الدير الموضع المقدس الذي لك نزيطاني يطلب بريطاني من أجنسك بتكديس مرشي جنان إيه همي جني وفد من جني نمجندكم ترسن تبقاجي ولا تدخلنا كريا ليسون أموين مار أشتن تيتريا أثتوا بتفيوت نمبشيرين ببناء مسوى أنون خواني لا أؤسن إن خرستي يا نوز باي غربي بنوتين اليسينوس ان اولي سنتان خنتي اث اوى ماريا رئف نوتين اينان هيت الناس برزفية ان اولي سمو اوس ان هريخم اي كوزموس ايفوليتين ليشليل انتي اغيه مريه دوار سينوس شيرين ماري اياتي اتشرم بي اسمسيسي اتصميسين علي مفلوتي بلوغوس شيرين ماري اي اخين وشيري افواب شيرين ماري اسمع بن بي اسواب شيرني خائل بينشتين ارشاء انجلو شير غبريل بصوت ام بفاش النوفي شيرن شيرو بي ام شيرن سي رافيم شن رتغ ماتيرون إبرانيون شيريو أنيس بين اشتئم برو أدرمو شيري بي أوي ببسن دينيس إمانوي شيري نشو سنيو أتي إن أبو أستولو شير نمسيتي سنتي بن شويس إيسوس بخريستوس شيري أبي مارتيرو أشير بي إفا أنجي إلستي شير بي أبو ستولوس أفا ماركوس بي ثيوريموس شير بنيوت أفا بسنتي إبي بنباتو أوفروشير بنيوت أفان داراز بيه غومينوس تنتي هو إيروك أو إيوس أو سيسرك أري أبو خيم بن بطري إي أرشد بابا أفت وطر بيار شرف سما تقرو في جنب فسرونوس نمبك تشبير رلي ترغو أس بنيوت سوا بنزي إيكيوس أبا بي من بيا بسكوبو ما تقرو في جنب فسرونوس هيتني برزبيا تيتي سيؤتو كوتي سوا ماريا بشوي صاري اموت نالم بيكو اي فولنتين النوفي اثر نو سيرو او اكنم بكيوت نا اغاسوس نم بمن ماي سوا جياكي اكسوتي امون ناينا اي ببروسف كيستاسيتي Come near my
أنفنا صلى الله بضابط الكلاب ربنا ولا نمخلصنا يسوع المسيح. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. أذكر يا رب مرضى شعبك. بالمراحم والرافات اشفي من زعلنا عنهم كمرات كل سقط من روح امراض اطرده والذين ابطوا مطرحين في امراض اقيموا معزهم لانك انت الذي تعز بهزر القلوب انا الذين فاصف كمرات كل سقط من روح امراض اطرده والذين ابطوا مطرحين اقيموا معزهم والمعزم وراحك سعدتكم جميعا لانك انت الذي تحل مربوطين وتقيم الساقطين رجاء من ليس له رجاء معين من ليس معين عزاء صغير القلوب من الذين في العاصف كل الأنفس المضايقة موضة عليها يا رب أعطيها رحمة أعطيها راحة أعطيها برود أعطيها نعمة أعطيها معونة أعطيها خلاصا أعطيها فران خطاياها وأثامها ما نحن في أمراض نفوسنا أشفيها والتي لأجسادنا عافيها الطبيب الحقيقي الذي نفوسنا أجسادنا مدبر كل جسد تعادنا بخلاصك يا رب أيضا فنسأل الله ضابط الكلاب ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. أذكر يا رب أبانا وأخواتنا المسافرين يا رب والذين يدمرون السفر في كل مكان سواء طرق مجمعين كانوا في البحر أو الأنهار أو البحيرات أو الطرق المسلوكة والسالكين بكل نوع كل أحد وكل موضع ردهم إلى ميناء هذا من الخلاص. تفضل يا رب أصحابهم في الإقلاع وأصحابهم في المسير ردهم إلى منازلهم بالفرح فرحين بالعافية معافين اشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح ونحن أيضا يا رب غربتنا في هذا العمر احفظها بغير مضرة ولا عاصف ولا قلق إلى الإنقاذ يا رب رحم الملك خالد لله في العال والأرض السلام الناس مصر نسبحك نباركك نخدمك نسجد لك نعترف لك ننطق بمجدك نشكرك من أجل أعظم مجدك أيها الرب المالك على السماوات الله الآب ضابط الكل والرب الابن الواحد الوحيد وحده يسوع المسيح والروح القدس أيها الرب الإله حمى الله ابن الآب رافع قضية العالم ارحمنا يا رافع قضية العالم اقبل سؤالنا إليك أيها الجالس عن يمين أبي ارحمنا أنت وحدك قدوس أنت وحدك العلي يا رب يسوع المسيح والروح القدس مجد الله الآب آمين وبارك كل يوم وسبح اسم قدوس الآب والأبد أمين منذ الليل تبكر روحي إليك يا إلهي لأن أمرك هي نور على الأرض كنت أتلو في طرق لأنك صرت لي معينك باكرت يا رب تسمع صوتي بالغداء أقف أمامك وتراني قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي يموت الذي ولد من عذراء ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي يموت الذي صلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي يموت الذي قام من الموات وصعد السماوات ارحمنا المجد الآب والابن الروح القدس الآن وكل أوان دار الظهور أمين أيها الثالوث قدوس ارحمنا أيها الثالوث قدوس ارحمنا أيها الثالوث قدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا أسامنا يا رب اغفر لنا زلاتنا يا رب افتقد مرضى الشعب اشفيهم من أجل اسمك القدوس أباؤنا أخوتنا الذين رقدوا يا ربنا احنا نفوسهم يا من الذي بالخطيئة يا رب ارحمنا يا من الذي بالخطيئة يا رب عنا وقربتنا ليك لأن لك القديس مثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين شيرين تنتهو ايرو اوثيث اواب اثنين او اتوين برثينو سواب الفينت مسنوت سمافن بخريستوس اني او انت تبروسي في شي اي بي شوي ها بي شيري ام ريت انت فكاني نو فيناني فول شيرس تسمي سنان بي اوين انطائف مي بخريستوس بالنوتي تي برثينو سس اواب ماتي هو اي ممشوس ايري اي قول انت فئرو ناين استشي تفكاني نو فيناني فول تي برثينو سماري ام تسو تقوثث اواب تبروستاتس ايتن هوتي تاب جنوس انت تيمترومي طارب رزافين اري اقول نارم بخريستوس بيتر قفوف وبوس انت فريم وتنان كوي فولنتين النوفي شيرين اوتي بارسين استي اورو امي اليسيني شيرب شور
شو انت بن جنوس قاري اقفونا نن امه انوين انت هو قريب مذي اوتي بروستاتي ستنو نارن بن شويس سود بخريستو انت فكان انو فينا نيفول وليتي نسو ماريتي صافي وهنسمني تما حسنو تي انسكيني بيقاهو ان بلماتي كون انشرم بيشالين كاسارو سيئي تسموتي خم بين كاي او عزفيرين انيفو ان او كربوس تي ببنفما ببنفما مبارك ليتم في اي طبقي اي جنبي شير هجلن ما انت بيرضاني كتبتي بو سنو اي انشرم بيغاريتي اما في انصف اسي شنو فينان انتي إرين تفنوتي سئتا شو بشاني رومي انسو غرقو تنهل بستشروم بشال انو ايت اريئيني ام بين عينا الاريفاي خارف خنتين جي اتفاي بيسوس بميسيه فولخين ذيوت اف مصفيناني فولنخيتي افهر بنجينو سنرمه فاي غر مارنتا اوفي فولخين بنيتن شو من انسوس خمي ونكلا سنو شفو لفقو امون جيبن شو اتسر بخيرستوس مصاميونا كن خيرن خيتين نور فنت بك نف ما يسواب افتيدوك سولو جياناك شيريني اوتي برثين تقرو امي ماليسيني شرب شوش انتي بن قنصر اكفونا نأمانو اي نخائل بارخون ان نفوي ان صف اتقو ينشور بخني تاكسيس انجيليكون افشمش امي بسو امي بشوش شارف نوتي اقر بلان ان اتشنيتي تنيتي هنت ميخائيل انتو لاتشي انجيلوس شفقو كيفون جني كربوس اتن انتو بهم ميخائيل جنسوف اتخنتي خون ابنوتي افتيهو ايه اهري ايه قول تايو لفين اسنان المزرون لفن لفنيونا لفوليم فيوتي سين فيوت انتني اويني مارن هو سنت انتي او انتن او سنت ترياس اس او بيت اوين او موسيو اسمين ايفول شايني الرزبين ريا قنو بعرشي انجل سس او إذا بأرخن نانفه وانت فكان النوفي نانفون طوباك يا أبان البار يا أمان قديس أمباب سنتاؤس الراعي الحقيقي أسقف مدينة قدس الأنبا موسى الأسقف الذي صار بعدك أعلمنا بفضائلك ومدحك مع الزينة آتوا إليك منذ حدثتك يا أبانا كنت ترعى غنم أبك فنظر الله إلى قلبك ناقي جعل صديقك يرى مثلك الله مخلصنا الرحم نظر لجهادك الحقيقي وصبرك العظيم فقبل صلواتك مثل البخور قلت إذا لم يعمل الإنسان في صغره فأين سيعمل في شيخوخته بعدما تبلع عظام جسده ما هذه القوة التي لصلاتك كنت تتهلل بالمزمير وتسبح ما علينا وكنت تخفي فضائلك وأتعبك طوبك بالحقيقة فلم يكن عندك أكثر من قرش ساق وظللت ثلاث أيام تسبح مع المسيح ربنا اطلب من الرب عنا يا بنا قديس لبس الروح أمبابي سنتين يغفر لنا خطايانا شيرني اوتي برسو خن مد شو سي تركي انخي توتي شو سن بترين تتقو توكوس اتقيم برثن وسن سيون فين ماتي هم في طاري ماس بن سو تيرن آغاسوس تفولي نخيسي فول تفسمني نون انت فيريني شيريني اوتي برثين وسئرو امين آلي سيني شيرب شوش انتي بنجن وسرقك فولا امانويل تنتي هو قريب مبي اوتي بروستاتي سيتنو نهرين بن شويس سود بخريستوس انت فكاني نوفينا نيفول نعظمك يوم النور الحقيقي ونمجدك يا العذراء القديسة والدة الإله لا
لأن كلت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، سبات الكنائس، غفران خطايا، نبشر بالثالوث القدوس له تواح، نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. أمين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدور، نور من نور إلى حق من إلى حق، مولود غير مخلوق، مثال للآب في الجوار، الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن بشر، من أجل خلاصنا نزل من السماء، وتجسد من الروح القدس، من مريم العذراء تأنس، وصلب عنا على عهد بلاص البنطي، تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما الكتب، صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجيء لدين الحياة والأموات، الذي لا سنقيم قضاء. نعم نؤمن بروح القدس الرب المحب من الآب، نسجد له ونوجده مع الآب وابن أطلق الأنبياء، كنيسة واحدة مقدسة جامعة سلية، ونعترف بمعمودية واحدة في الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتين. Te Anastasis en tenirif mo'ot nimbe'on chen tebe'ones leo Amen. Kyrie eleison. Shlil. Ebebrosav kestasite. Erine basi. أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا، الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا: إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا، أما أنتم فطوبى لأعينكم لأنها تبصر، ولأذانكم لأنها تسمع. فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبات قديسك. صلوا من أجل إنجيل مقدس. يا رب اذكر ايضا يا سيدنا كل الذين اوصونا وامرونا ان نشكرهم في تضرعاتنا وطلباتنا التي نرفعها اليك ايها الرب الهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، مرضى شعبك يا رب اشفيهم، لانك انت هو حياتنا كلنا وخلاصنا كلنا ورجاؤنا كلنا وشفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا. آه
قفوا بخوف أمام الله وانصتوا لسمع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة ماري معلمنا لوقا البشير والتلميذ الطاهر، بركاته على جميعنا أمين. من مزامير تراتيل أبينا داود النبي والملك الطاهر، بركاته على جميعنا أمين. كهنتك يلبسون البر وقدسوك يبتهجون من أجل داود عبدك، هيأت سراجا لمسيحي وعليه أزر قدسي الليلويا. فليرفعوا في كنيسة شعبي وليباركوا على منابر الشيوخ، لأنه جعل الأبوة مثل الخراف يبصر المستقيمون فيفرحون. أقسم الرب ولم يندم أنك أنت هو الكائن على تقسيم ملكي صدق. الرب عن يمينك يا أبانا البابا المعظم الأنباط ودروس الثاني، وشريكك في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبابي من الرب يحفظ لنا حياتكما. أمين اللي مبارك الآتي باسم الرب أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم من الأبد أمين. ونزل معهم ووقف في موضع خلاء مع جمع من تلاميذه وجمهور كثير من الشعب من جميع اليهودية وأورشليم ومن ساحر سور وصيدا، الذين جاءوا ليسمعوا منه ويشفيهم من أمراضهم. والمعذبون من الأرواح النجسة كان يشفيهم، وكان كل الجمع يطلب أن يلمسه لأن قوة كانت تخرج منه وتشفي الجميع. ورفع عينيه إلى تلاميذه وقال لهم: طوباكم أيها المساكين بالروح لأن لكم ملكوت الله، طوباكم أيها الجياع الآن لأنكم تشبعون، طوباكم أيها الباكون الآن لأنكم ستضحكون، طوباكم إذ أبغضكم الناس وأفرزوكم وعيروكم وأخرجوا اسمكم كشرير من أجل ابن الإنسان. افرحوا في ذلك اليوم وتهللوا، فهوذا أجركم عظيم في السماء لأن أباهم هكذا كانوا يفعلون بالأنبياء. والمجد لله دائما مرنوشتن بن سوتير بميرو من آغا سجين صف أفشني تخار أفئي أوو أفسوتي أمون جفيس مراتن جفيوت نمشيرين أم ببن بماي سوا تترية سجيكي فولتنوشتن ما تنتيونا. يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خمبر سوس يسوس بن شويس وسكي فلاسمون تكريو كليناتي نوبيون سوكيريا برونس خومين سيوم تفوفو آمين إيرني باتي ماتي. أيها السيد ربي يسوع المسيح ابن الله الوحيد وكلمة الله بذي قطع كل رباطات خطايانا من قبل ألام المخلص المحزن فخو جمنا قبل الروح القدس ما وفرتم لهم خطيئهم ورفضهم منك وفرت لهم من أمسكتم وأنعمت على الذين يعملون في الكنيوت في كنيسة المقدسة وكل سكتار في كل زمان أن يغفر الخطأ على الله حل ربطك ربطك ربنا عبيدك من حميد الجن المقدس أبناء وخطى ضعف رزقنا رب رحمة وقطع كل ربطات خطايانا كنا أخطأنا إليك يا رب بعلم وغير عن مزار قلبه وسار قلبه بكل نوف أنت العرب ضعف البشر إنعم لنا وفرا خطايانا باركنا وطهرنا وحاللنا وحال كل شعبك. آمين آمين ويزك سابترين كريانا إيسون كريانا إيسون آمين.
امين هللويا زك سبت رينك يوكي اجيب نيف ماتي كينكاي اسوس اون اسون اون انا من تنوشي فولف قوي موجيو بشوي سيسوس بيرسوس مون مو ام بيارو ماري بكراي نمتكيريني او ام صفت بكلا صوت يمون اون اينا كيريا دايسو كيريا دايسو كيريا فلوكي سون امين اسمائي روي اسمائي روي استيمي طني كوني بولغو امين بخصوص من نوتي يا ابانا الذي في السماوات قدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا كفافنا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد للابد امين. نعظمك يا ام النور الحقيقي ومجدك العذراء القديسه والكلاه لانك ولدت لنا مخلص العالم وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملك المسيح فخر الرسل كليل الشهداء تهليل الصديقين سبات الكنائس غفران الخطايا تبشر بالثالوث القدوس لوات واحد نجد له ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. بالحقيقه نؤمن باله واحد الله الاب ضابط الكل خالق السماء والارض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور الى حق من الى حق مولود غير مخلوق مساو لله في الجوار الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجل منح البشر من اجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء تأنس وصلب عن عهد بلاص البنطي تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجيء دين الأحياء والأموات الذي ليس الملك قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المعن بصر من الآب نسجد له المجد مع الآب والابن الناطق الأنبياء وكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسلية ونعترف بمعمودية واحدة من الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي أمين. ننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي حمل الله يا رب خطية العالم كله اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا امين. كيري ليسون يا ابو رحم كيري ليسون كيري ليسون ارحمنا يا الله كيري ليسون كيري ليسون اسمعنا وارحمنا كيري ليسون كيري ليسون يا رب ارحم كيري ليسون كيري ليسون ارحمنا يا الله كيري ليسون كيري ليسون اسمعنا وارحمنا كيري ليسون كيري ليسون يا رب ارحم كيري ليسون كيري ليسون ارحمنا يا الله كيري ليسون كيري ليسون اسمعنا وارحمنا كيري ليسون كيري ليسون يا رب ارحم كيري ليسون كيري ليسون ارحمنا يا الله كيري ليسون كيري ليسون اسمعنا وارحمنا كيري ليسون كيري ليسون يا رب ارحم كيري ليسون كيري ليسون كيري ليسون كيري ليسون كيري قدوس
قدوس قدوس رب السباوات السماء والأرض مملوءتان مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها رب الآل قواتكم معنا لأنه وليس الذي صنعنا بإرادتنا والذي صنعنا بغير إرادتنا التي فعلنا الخفية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي برحمتك يا رب لا ينسك خطايانا. قدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير المسيح. Crucifix asti iberton agion timion toron toton kithision imon ke prosphiron ton kirie leison Alleluia kai bebi ego etaib choice same Marin selin ten ono memonen khin Oil shoy sek en amin Oil shoy sek ef soten en moy Tefes maru oten jevi esni okhen avrak Emeb shoy se a elli lo wa wa ya Amin. Esbati ragius, sensius agius, en ebnev magion. Amin. Flogitos kyrios, osios, estos eonas. Amin. Nes nostiros moeb sois, maroes moerof ingenila ostiro, jebef naita groeriegon. Awotim smientep shoys, shop shoyne amin. Alleluia. Sabatrike eyoke agyom nevmatike ninke ay. Kestos eonas toni onon amin. Alleluia. Evi brosav kestosite. Ketom nemati so.
Μρος ευεξάστη Κύριε Ιησόν. اطلب لك يرحمنا الله يترفع علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين وأن يحفظ لنا وعلينا حياة وقيامة بين البابا الأنبا تودروس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا بيمن ويجعلنا مستحقين أننا لا من شركة أسرار المقدسة المباركة لمغفرة خطايانا يا رب وارحم نيسا أعيدك يا رب خدام هذا اليوم الكهنة والشمامسة والكليرس وكل الشعب وضعفي وأنكم محللين فم الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية وأهل 12 رسول فم مركز الرسول الطاهر والشهيد والبطريرك القديس ويرس ومعلم نادي سكورس قديس أساس رسولي قديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة قديس حنا داب الفم والقديس أوفيس قديس كيرالس قديس باسيلس قديس أوروريوس فاس 318 شمعين بنيقيا والمال 50 سنتيمتين بأفسوس فما بينا القديس العظيم الأنبا بسنتاوس اللابس الروح فما بينا المكرم بكل إكرام رئيس أسقف البابا الأنبا تودروس الثاني فما حقارة لأنه مبارك مملوء مجدا اسمك القدوس أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكلنا دهر الدهرين آمين. إم بنيوت تايوت نار إرف سبابا أبا تواترو إم بنيوت نبس كوبا أبا إيه
صوتي صامي كتوب نظمى آتي إيسوطا أرخون من ماني ثوي بتشويس أريموت نان بكو فولنتين النوفي هيتين برز بينت بشاش في نارشي أنجلوس نمني طاغمين بورا نيون بشويس أريموت نان بكو فولنتين النوبي هيتني برز بيانت ببرود روموس فاتستيس يو أنت برف إيون سبت شو أريموت نون بكو فولنتين النوبي هيتني بشي انت ناشويس إن يوتي إن أبوستولوس نببسي بإن تاني ماسيتيس إبشويس ريموت نال بكو فولن تين النوفي تاني إبشي إنت بسعوري موسن فانجل لستيس أبا ماركوس هيتني افشي انت بارشي ذي يكون اتسمر وتستفانس بشرب مار تيروس افشوي اريموت نان بكو فولنتين النوفي هيتني افشي انت ناصلو وروس مارتي روز بشويس أورغي أورغي يوسي أدوروز بسترات التي في لوبة مركوريوس أفا مينا انتني فايت بشويس
أريم وطنان بكو فولنتين النوبي هيتني افشي انت اوتيشلت انت بخريستوس تياقي يا امي دميانا افشو استريم وطنان بكو فولنتين النوبي هيتني افشي انت شويسنيوت اما ينوشيري الله انطونيوس نمابا بابلين امباخو يوس نمبيشم دسوا مكر ابشنو تبي عرش من ازراتي سبشو اريم اتان بكو ولنتن النوبي هيتني افشي انتن نيوس وابن ذيكاو الله بسنتي بابن وما تبروس نمنا ما نوسف شوي صليم وطنان بكو قول انت هيتني افشي انتني اصوى بنت باي بيوي كتب برانب شويس اري مطنان بكو فولنتين النوبي هيتين نوف شي اري بون خمبن يوتي تايوت نرشي ارف سي باباب وادروسي شويس اري مطنان بكو فولنتين النوبي هيتين نوف شي اري بون خمبن يوتي طايوتين ذيكيوس أبا بيمن بيبس كوبو تبتشو ويس أريمتنان بكوي بولنتنن تننوش تموكو بخريستو نمبك يوتين آغاستو نم بيم نم ماس وهب جاك مناينا ام بمدغار بن شويسي صوت بخرس قوس باشو بينم بك اجيون ابن ما بشويسين يوتيطا يوتن عرشي ارفس بابا ابا توا اغروس نم بن يوتن بسكوبوك ابا بي من ماربي اكليروس نم بلا اوستين او غاي خنب شو يا امين اس شو آمين. فإنه يصير أبطال الوصية الأولى من يضعفها وعدم نفعها إذ الناموس لم يكمل شيئا ولكن المدخل ما هو للرجاء الأفضل الذي فينا اقترب لله على قدر ما إنه ليس بدون قسم لأن أولاك بدون قسم قد صاروا كهنة أما هذا فبقسم من القائل له أقسم الرب ولن يندم من أنت كاهن إلى الأبد على طقس ملكي صدق على قدر ذلك قد صار يسوع ضامنا العهد أفضل وأولاك قد صاروا كهنة كثيرين لأجل منعهم بالموت عن العمران وأما هذا فمن أجل أنه يبقى إلى الأبد قد أخذ كهنوتا لا يتغير فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم لأنه كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا قدوس بلا شر ولا دنس قد انفصل عن الخطاة وارتفع أعلى من السماوات الذي ليس له اضطرار كل يوم مثل رؤساء الكهنة الذين يقدمون ذبائح أولا عن خطاياهم المختصة بهم ثم بعد ذلك عن خطايا الشعب لأنه فعل هذا مرة واحدة إذ قدم نفسه فإن الناموس قيم أناسا بهم ضعف رؤساء كهنة
وأما كلمة القسم التي كانت بعد الناموس فتقيم ابنا مكملا إلى الأبد. أما رأس ما نقول فهو لنا رئيس كهنة مثل هذا قد جلس عن يمين عرش العظمة في السماوات خادما للأقداس والمسكن الحقيقي الذي نصبه الرب لا إنسى، لأن كل رئيس كهنة يقام لكي يقدم قرابين وذبائح، فمن ثم يجب أن يكون لهذا أيضا شيء يقدمه، فإنه لو كان على الأرض لما كان كاهنا، إذ يوجد الكهنة الذين يقدمون قرابين حسب الناموس الذين يخدمون شبه السماويات وظلها، كما أوحى إلى موسى هو مزمع أن يكمل المسكن، لأنه قال انظر أن تصنع كل شيء حسب المثال الذي أظهره لك على هذا الجبل. أما الآن فقد حصل على خدمة أفضل بمقدار ما هو وسيط أيضا لعهد أفضل الذي تقرر بناموس موعد أفضل، فإنه لو كان ذلك الأول بلا لوم لما طلب موضع للثاني، لأنه يقول لهم لائما هوذا أيام تأتي يقول الرب حين أكمل مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا، لا كالعهد الذي قطعته مع أباهم يوم أمسكت بيدهم لأخرجهم من أرض مصر، لأنهم لم يثبتوا في عهدي وأنا أهملتهم يقول الرب، لأن هذا هو العهد الذي أعاهد به بيت إسرائيل بعد تلك الأيام يقول الرب، أجعل نواميسي في أذهانهم وأكتبها على قلوبهم، وأنا أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا، ولا يعلم كل واحد ابن مدينته ولا كل واحد أخاه قائلا أعرف الرب، لأن جميع سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم، لأني سأغفر لهم ذنوبهم ولن أذكر خطاياهم من بعد. فبقوله جديدا جعل الأول عتيقا، وأما ما عتق وشاخ فهو قريب من الفناء. نعمة الله لا فلتحل على أرواحنا يا سيدي وباخوة الجميع، أمين. الكاس لكون فصل من رسالات معلمنا يوحنا الرسول الثالثة بركاته لجميع، أمين. من الشيخ إلى غايوس الحبيب الذي أنا أحبه بالحق، أيها الحبيب في كل شيء أروم أن تكون موفقا ومعافى، كما أن طرق نفسك مستقيمة، لأني فرحت جدا إذ حضر الإخوة وشهدوا ببرك. كما أنك تسلك بالحق ليس لي نعمة أعظم من هذا أن أسمع عن أولادي أنهم يسلكون بالحق. أيها الحبيب أنت تفعل بالأمانة كل ما تصنعه إلى الإخوة وعلى الخصوص إلى الغرباء الذين شهدوا بمحبتك أمام الكنيسة، وتحسن صنعا إذا شيعتهم كما يحق لله، لأنهم من أجل اسمه خرجوا وهم لا يأخذون شيئا من الأمم. فنحن ينبغي لنا أن نقبل إلينا أمثال هؤلاء لكي نكون عاملين معهم بالحق. كتبت إلى الكنيسة، ولكن ديوتريفس الذي يحب أن يكون الأول بينهم لا يقبلنا. من أجل ذلك متى جئت سأذكره بأعماله التي يعملها، حيث يهزي علينا بأقوال خبيثة، وإذ هو غير مكتف بهذه لا يقبل الإخوة، ويمنع أيضا الذين يريدون قبولهم ويطردهم من الكنيسة. أيها الحبيب لا تتمثل بالشر بل بالخير، لأن من يصنع الخير فهو من الله، ومن يصنع الشر لم ير الله. أما ديمتريوس فمشهود له من الجميع ومن الحق نفسه، ونحن أيضا نشهد، وأنت تعلم أن شهاداتنا هي حق، وكان لي كثير لأكتبه لك، لكنني لست أريد أن أكتب إليك بحبر وقلم، ولكنني أرجو أن أراك عن قريب فنتكلم مع بعضنا فما لفم. السلام لك، يسلم عليك الأحباء، سلم على الأحباء بأسمائهم، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت الأبد، آمين. Eh, 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 eh
Oh,
تنا غاثوس نمبي من ما ثواب جاك إيه صوت من ناينا الإبراكسيس فصل من أعمال أبان الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة فلتكن معنا يا سيدي وأبائي وأخواتي جميعا أمين. ومن بعد أيام قال بولس لبرنابا لنرجع ونفتقد الأخوة في كل مدينة بشرنا فيها بكلمة الرب وكيف حالهم. وكان برنابا يريد أن يأخذا معهما يوحنا الذي يدعى مرقس، وأما بولس فكان يريد أن الذي فارقهما من بنفيلية ولم يأتي معهما للعمل لا يأخذانه معهما. فحصل بينهما مغاضبة حتى فارق أحدهما الآخر، وبرنابا أخذ مرقس وأقلع إلى قبرص. أما بولس فاختار سيلا وخرج وقد استودع من الأخوة إلى نعمة الله، فاجتاز في الشام وكيليكية يثبت الكنائس، ثم وصل إلى دربة والإسترا، وإذ تلميذ كان هناك اسمه تيموساوس ابن امرأة يهودية مؤمنة وكان أبوه يونانيا، وكان مشهودا له من الأخوة الذين في لسترا وإيقونيا، فأراد بولس أن يخرج هذا معه، فأخذه وختنه من أجل اليهود الذين كانوا في ذلك الموضع، لأن الجميع كانوا يعرفون أن أباه كان يونانيا. وإذ كانا يطوفان في المدن كان يشترعان لهم ناموسا بأن يحفظوا الأوامر التي قررها الرسل والقصوص الذين بأورشليم. فكانت الكنائس تتشدد في الإيمان وتزداد في العدد كل يوم، لم تزل كلمة رب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. أمين. لم تزل كلمة رب تنمو وتعتز وتزداد في هذه البيعة كل بيعة. أمين. بسم الله والابن والروح القدس إله واحد. أمين. اليوم الثالث عشر من شهر أبيب المبارك أحسن الله استقباله وعادوا علينا وعليكم بأمثاله وأمثال أمثاله، وأنتم ونحن في دوط منا مغفور الخطايا والزلات والأسام من قبل من رحم الرب يا أبناء أختي. أمين. في مثل هذا اليوم تنيح الأنبا بسنتاؤس أسقف قفط. ولد هذا القديس ببلدة شمير التابعة لأرمنت نحو سنة 264 للشهداء 548 ميلادية من أبوين مسيحيين تقيين ربياه بفكر إنجيلي، وقد عرف العلوم الكنسية منذ صباه وحفظ الكثير من الكتب الإلهية. أحب السيرة الرهبانية فمضى وترهب بدير أبي فام بجبل شامة، وتتلمذ على القديس الأنبا إيليا الكبير، وأمضى الشطر الكبير من حياته الدائرية في جبل الأساس. سلك هذا القديس في جهاده الرهباني بجدية، مهتما بالصلاة الدائمة وحفظ الكتاب المقدس مع أصوام، فكان يأكل مرة كل يومين وأحيانا كل ثلاثة أيام أو كل أسبوع، وكان عندما يصلي تتقد أصابعه كمصابيح مضيئة، وعندما يقرأ في أسفار الأنبياء يحضر إليه النبي صاحب السفر. حضر أحد الإخوة إلى قلايته فوجد بابها مفتوحا، فقال كعادة الرهبان بارك علي يا أبي، وإذ لم يجبه ظنه مريضا، فدخل القلاية ووجده يتكلم مع شخص آخر، فعاتبه القديس بسنتاؤس قائلا يا أخي ليس هذا قانون الرهبان أن تدخل علينا بدون إذن. فقال الأخ اغفر لي يا أبي فقد أخطأت، لأني فكرت في نفسي لعلك تكون متعبا ولا تستطيع القيام، فتجسرت على الدخول لأفتقدك. عندئذ قال له الضيف دعه لأن الرب جعله مستحقا لسلامنا لأجل أعماله الصالحة. وللوقت أخذ الأخ يد الضيف وقبلها، ثم انصرف الضيف. فسأل الأخ القديس بسنتاؤس قائلا أسألك يا أبي أن تعرفني اسم هذا القديس.
فإني عندما أمسكت يده وقبلتها ووضعتها على وجهي أحسست بقوة عظيمة حلت على نفسي وجسدي، وبهجة وفرح دخل قلبي. أجابه الأنبا بسنتاوس: الرب نظر إلى ضعفي وتعبي ووحدتي، إذ كان جسدي ضعيفا جدا واشتد علي المرض، ولم أرى أحدا من الناس منذ فارقتكم، فأرسل إلي أحد أصفيائي القديس إيليا التثبيتي النبي، عزاني بكلامه الإلهي، وإنني أسألك ألا تظهر هذا لأحد إلى يوم وفاتي. أجرى الرب على يدي كثير من المعجزات، منها أنه لما فرغت الأوعية من المياه وهو في الجبل كاد الإخوة أن يموتوا من العطش، فصلى القديس فوجدوا الأوعية مملوءة ماء فمجدوا الله. ولما دخل البرية ووجد صعوبة في إيجاد ماء بقي 4 أيام يصلي، فأنبع له بئر ماء عذب. قام البابا ديميانوس برسامته أسقفا على قفط نحو سنة 598 ميلادية، قبلها بناء على دعوة إلهية، وقال لكهنة الإبراشية: لو لم أخشى أن أكون غير طائع للذي أمرني لما كنت أسمع منكم في هذا الأمر، ولو نزعتم عني رأسي. وقد كان راعيا ساهرا مهتما بخلاص كل نفس محبا للعطاء، وعرف بمهابته، فلم يستطيع أحد أن يتطلع إلى وجهه بالرغم من بشاشته وعزوبة الحديث معه. كان إذا صعد إلى المذبح ليصلي يتلألأ وجهه كالنار، وتتكشف أمامه خطايا شعبه، وينظر الروح القدس حالا على القرابين المقدسة، وهبه الله موهبة النبوة، وكان باب قلايته مفتوحا للجميع. ولما قرب وقت نياحته استدعى تلميذه يوحنا وأخبره، ثم جمع الشعب ووعظهم، وأخيرا سألهم ألا يكفنوه بثياب فاخرة بل بثيابه التي يرتديها، ثم مرض قليلا وتنيح بسلام. بارك الصلوات فلتكن معنا أمين. وفي أيضا من سنة 21 للشهداء 305 ميلادية استشهد القديس أبامون. ولد هذا القديس ببلد الطوخ التابعة لبنها، وقد ظهر له الملاك ميخائيل وأمره أن يمضي إلى أنصنة ويعترف بالسيد المسيح، فذهب إليها واعترف أمام أخيوس الوالي بإيمانه، فعذبه كثيرا بالهنبزين والحديد المحمى في النار والضرب بالسياط، ثم ألقاه في مستوقد حمام، وكان الرب يقويه ويقيمه سالما. وقد أجرى الله على يديه معجزات كثيرة، فأمر الوالي بقطع رأسه ونال إكليل الشهادة، وكان القديس يوليوس الأقفهصي حاضرا، فأخذ جسده ولف بلفائف فاخرة وأرسله مع غلامين إلى بلدته. برك صلواته فلتكن معنا أمين. وفي أيضا استشهد القديس شنودة. كان هذا القديس رجلا فاضلا محافظا على العمل بالوصايا الإلهية، وكان ذلك أوائل حكم العرب بمصر، فسعى به بعض أعدائه لدى الحاكم فاستحضره وعرض عليه أن يترك مسيحيته، فأبى وجاهر مفتخرا بالسيد المسيح. ولما رأى الوالد تمسكه بإيمانه المسيحي عذبه عذابا شديدا، وأخيرا أمر بقطع رأسه فنال إكليل الشهادة. بارك الصلوات فلتكن معنا، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد أمين. Say
Angelos, Axios, Avabisinti, Bibnevma, Tovoros. Agios Agios Athanatos O Ekbarthenu Genetis Eleison Imes Agios O Theos Agios Echeros Agios Athanatos O Stavrotis Imes Eleison Imes Agios O Theos Agios Echeros Agios Athanatos O Anastasikton Nekoron Ke Anelton Estos Oranos Eleison Imes Vonsebetri Keio Ke Agios Neumati Keinin Ke Estos Seonas Tone Onon Amin Getrian Eleison Imes أيها السيد رب يسوع المسيح هنا الذي خاطب تلاميذه والقديسين ورسله الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون فلم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون فلم يسمعوا أما أنتم فضوب لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع نعمل بأنجيلك المقدسة بطلبات قديسك أنجيل مقدس واذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في صلواتنا وطلباتنا التي نرفع إليك يا رب إلهنا الذين سوقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا قيامتنا كلنا Metavovo Theo consumento agio evangenio. Evis marauding evis diukne vramshi zindini gungilu kata yohanne nagi evangelio donarnesme. Zoksan si kireye. Evo bakhaufina mamallahun zidur zemal injil mukaddes basamin bisharat il injil meri muallimne yohanne el bashir. والتلميذ الطاهر بركاته على جميعنا امين بن شويسو بن نودي ونزتيرو بن ورترين يسوس بخريستوس بشيري مبنودي يدونك بن أبشايني بيوفا بن نودي بي سقصاصي كيري ربينا داود النبو الملك الطاهر بركاته على جميع نامين موسى هارون في كهنتي صموئيل في الذين يدعون باسمه كانوا يدعون الرب وهو كان يستجيب لهم
بعمود الغمام كان يكلمه. فليرفعوا في كنيسة شعبه وليباركوه على منابر الشيوخ، لأنه جعل النبوة مثل الخراف، يبصر المستقيمون ويفرحون. أقسم الرب ولن يندم، أنك أنت هو الكاهن إلى الأبد، على طقس ملكي صدق. الرب عن يمينك يا أبان الطائر الباب البطريرك الأنباء ودروس الثاني، وشريكك في الخدمة الرسولية أبين الأسقف المكرم أنباء بيمين. الرب يحفظ لنا حياتهما. بارك الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. الحق العقاء أقول لكم إنكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح، أنتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحول إلى فرح. المرأة ويدل تحزن لأن سعادة قد جاءت، وإذا ولدت الإبن لا تعود تتذكر الشدة لسبب الفرح، لأنها ولدت إنسانا في العالم. فأنتم كذلك الآن ستتكبدون حزنا، ولكني سأراكم أيضا فتفرحون ولا ينزعت فرحكم منكم. في ذلك اليوم لا تسألونني شيئا، الحق الحق أقول لكم إن كل ما تطلبونه من الآب باسمي أعطيكم إياه. إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا فتأخذوا ليكون فرحكم كاملا. قد كلمتكم بهذا بأمثال، ولكن تأتي ساعة حين لا أكلمكم أيضا بأمثال، بل أخبركم عن الآب علانية. في ذلك اليوم تطلبون باسمي، ولست أقول لكم إني أنا أسأل الآب من أجلكم، لأن الآب نفسه يحبكم لأنكم قد أحببتموني وآمنتم إني من عند الآب خرجت. خرجت من عند الآب وقد أتيت إلى العالم، وأيضا أترك العالم وأذهب إلى الآب. قال له تلاميذه: أزل أن تتكلم علانية ولست تقول مثلا واحدا؟ الآن نعلم أنك عالم بكل شيء ولست تحتاج أن يسألك أحد لهذا، نؤمن أنك من الله خرجت. أجابهم يسوع: الآن تؤمنون وزادت ساعة وقد أتت الآن، تتفرقون فيها كل واحد إلى قصتي وتتركونني وحدي، وأنا لست وحدي لأن الآب كائن معي. قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام، في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. والمجد لله دائماً. أونيت خنو مسمينيث وبنت بايئو بيوي بيوي كاتا بفران لمن راتي انت بخريستوس عرب رزبه بينا ريه قولو تشسن ترنتي ثيوتو كوس ماري اسما بن بنسو
كن النوبينان يفول طبي مبشون سيري يقوم بنيوت سوا بن زيكيوس أفا بسنتي ببن فماتو فروس تفكان النوبينان يفول طبي مبشون سيري يقول بنيوت سوا ببطري أرشيز بابا بتوادرس بأرشي كن النوبينان يفول طبي مبشون سيري يقوم بنيوت سوا بن زيكيوس أفا بمن بإبسكوبوس تفكان النوبينان يفول يف اسمراتن يفيوت نشيرينن ببن فايسو تترياس جيكي فولتن اوشتن مستنتيونس ايه صوفيا سيبروس خمين كريا ليسون خنوم اسمي الله لا ضابط الكل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى نوم المرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل الخلق نور من نور الى حق من الى حق مولود غير مخلوق مساوي لها في الجوهر الذي به كان هذا الذي من اجلنا نحن البشر ومن اجل خلاصنا نزل من السماء وليسال امر الروح القدس والملك من العذراء التانس وصلب ورقم بين اموات اليوم السادس كما في الكتب وصعد الى السماوات وجلس عنه وايضا ياتي في مجد يديه احياء الاموات الذي لا يسمى نعم نوم بالروح القدس نقلم بهاب كنيسة واحدة مقدسة جامعة الأسرية ونحترم ممجة واحدة مخطقة وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتية تنقش تبول خايد انت أناستاسيس انت رموت ننبيهم كنت ونسيو آمين أختي سامحوني ليل يرني باتي يتم نعماتي يا الله العظيم الأبدي الذي جبل الإنسان على غير فساد والموت الذي دخل العالم بحسد إبليس أدمته بالزور المحي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وملأت الأرض من السلام التي من السماوات هذه التي عساكر الملائكة يمجدكن بك قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المصائر من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية الرب مسرتك يا الله املأ قلوبنا من سلامك وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت واجعلنا مستعقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك الغير الميت السمية بالمسيح يسوع ربنا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي اسمعنا وارحمنا تقدموا تقدموا على هذا الرسم قفوا بخوف ورعدة وإلى الشرق انظروا ناصي شفعت والدة الإله القديس مريم يا رب نعم لنا بمغفرة خطايانا نسجد لك أيها المسيح
مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا رحمة السلام ذبيحة وروحك أيضا ارفعوا قلوبكم هي عند الرب لنشكر الله مستحق مستحق وعادل وحقا بالحقيقة مستحق وعادل أيها الكان السيد الرب لا الحق الكان قبل الدهور والمالك إلى الأبد الساكن في العالي والناظر المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت به كل شيء ما يرى وما لا يرى الجالس على عرش مجدي المسجود له من جميع القوات المقدسة الذي يقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة الرأسات والسلطات والكراسي والأرباب والقوات إلى الشرق انظروا والذي يقف حولك الشيروبيم الممتلئون عينا والسيرافيم ذو الستة الأجنحة سبحون دائما بغير سكوت قائلي من الشيروبيم يسجدون لك والسرافيم يمجدونك صارخين قائلين قدوس 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 رب السباوت السماء والأرض مملوءتان من مجدك الأقدس قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وأغلقنا وضعنا في فردوس النعيم عندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء بل تعدتنا دائما بأنبياءك القديسين وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن جلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة مريم تجسد وعلمنا طرق الخلاص أنعم لنا بالميلاد الفوقاني من الماء والروح وجعلنا له شعبا مجتمعا وصيرنا طارا بروعك الغنوس هذا الذي أحب وصد الذين في العالم وأسلم ذات فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا
هذا الذي كنا ممسكين بما بين من قبل خطايانا نزل إلى الجحيم من قبل الصالحين. وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب ورسم يوما للمجازاة هذا الذي يظهر فيه اليدين المسكونة بالعهد ويعطي كل واحد فواحد كنحو أعماله كرحمتك يا الله وليس كخطأ وتعترفون بقيامتي وتذكروني
إلى ناجي. آمين آمين آمين. بموتك يا رب نباشر وبقيامتك المقدسة وصعودك إلى السماوات نعتبري. نسبحك نباركك نشكرك يا رب ونتضرع إليك يا إله. أيضا نرضى ذكر الأم والمقدسة قيامة من أبعاد صوت السماء الجزء عن يمينك والأم نور السنة الهادي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. بخوف ورعدات نسبحك نباركك نخدمك نسجود لك برسخم آمين. ثواب طاعتينا آمين. وما يعبدني ذو بالطايوت انت تيزيتيك مبير انت كبال انت ناهت آمين. وقعني مغفرة الخطايا وحياتنا أبدية لكل من يتناول منه. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. اجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ الباد. اذكر يا رب سلامة كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية المقدسة الجامعة الرسولية كنيسة الله الأرثوذكسية. يا رب ارحم. هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلامة وكل الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها. أولا أذكر يا رب أبانا الضباء والمكرم رئيس الأساقفة البابا المعظم الأنباط ودروس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية بين الأسقف المكرم الأنبا بيم. بابا الأنبا ودروس الثاني بابا وترارك ورئيس أساقفة المدينة العظمى الإسكندرية وكذلك شريكه في الخدمة الرسولية بين الأسقف المكرم الأنبا بيمين وسائر أساقفتنا الأرثوذكسيين. يا رب ارحم. الذين يفصلون معهم كلمة الحق باستقامة أنعم بهم على بيعتك المقدسة يرعون قطيعك بسلام. اذكر يا رب القمامسة والقسوس الأرثوذكسيين والشمامسة من أجل أبان القمامسة والقصوص وأخواتنا الشمامسة ولبس يقنين وسبع طغمات كنيسة الله. يا رب ارحم. كل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن. يا رب
ارحمنا يا الله الهابطة الكل. اذكر يا رب خلاص هذا الدير المقدس الذي لك وكل المواضع وكل ديارة أبائنا الأرثوذكسيين. صلوا من أجل خلاص العالم وديرنا هذا وساد المدن والأقاليم والجزائر والأديرة. يا رب ارحم الساكنين في بمن الله. تفضل يا رب مياه الانهار في هذه السنة باركها. اطلبوا عن صعود مياه الانهار في هذه السنة لكي يبارك المسيح إلى هنا ويسعدك مقدارها ويفرح وجه الأرض ويعولنا نحن بني البشر ويعطي النجاة للدواب ويغفر لنا خطايانا. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب أسعدها كمقدارك نعمتك في فرح وجه الأرض ليروع حرصها ولتقصر أسمار وعد الزرع والحصاد ودبر حياتنا رب كما يليق. بارك إكليل السنة دي بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن عين الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حين الحسن. اصنع معنا كحسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. يا رب ارحم أرادا للمعوذين. يا رب ارحم الذين بالذبح قبولا للأيتام كيريا ليسون أرام المحتاجين أجمعهم بالخيرات. يا رب ارحم ناقمهم والقيام ثبتهم كيريا ليسون الفرحون اذكرهم والمعترفون اقبل إليك اعترافاتي. يا رب ارحم الذين تابوا عندهم مع مؤمنيك مؤمنوك عذبهم مع شهدائي كيريا ليسون ونجعلهم متشبهين ملائكتك ونحن ايضا مدعوين بنعمتك الى خدمتك ونحن غير مستحقين اقبلنا الى. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم زني طبيعي ناجي خون النايزرون مني طبيعي كل ودود ومين وديرهم ببيك بيفل خني في برونس افكسان سيبرتون اجيون تيميون زورون توتون كيسيون ايمون كبروز فيرو ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسك
تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء، أبائنا الأطهار رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيليين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان، وبالأكثر القديسة المملوءة مجدا العذراء كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة، والقديس يوحنا سابق الصابغ والشهيد، والقديس استفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء، وناظر الإله الإنجيلي مرقس الرسول الطاهر والشاهد، والبطريرك القديس ساويروس ومعلمنا ديوسقوروس، والقديس أثناسيوس الرسولي، والقديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة، والقديس يوحنا ذهبي الفم، والقديس أودوسيوس، والقديس أوفيلوس، والقديس ديمتريوس، والقديس كيريلوس، والقديس باسيليوس، نمبياغيوس غروريوس بثيولوغوس، نمبياغيوس غروريوس بسماتورغوس، نمبياغيوس غيروري إيوس بأرمانيوس، والثلاثمائة وثمانية عشر المجتمعين بنقيا، والمائة والخمسين بمدينة القسطنطينية، والمئتين بأفسوس. أبانا الصديق العظيم رمبا أنطونيوس البار لأنبا بولس لأسنبا مقرات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب، أبانا محنس القمص، أبانا أنبا بشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح، أبانا أنبا بولطم يحسقيال تلميذ هذا الأب قديسين رومين ماكسيموس ودومانيس 49 شيوطا شيوخشيان القوي القديس الأنبا موسى عنس كامل قيس، أبانا أنبا دانيال قموس، أبانا أنبا زوس القيس، أبانا أنبا بخون صاحب الشركة أنبا تدرس تلميذه، أبانا القديس الأنبا شنود رئيس المتحدين الأنبا ويسا تلميذه، أبانا القديس الأنبا سمي المعترف وصابلو تلميذه، القديس الأنبا بسنتاوس اللابس الروح أنبا اندراس تلميذه، القديس الأنبا برامس قيم وجيزة أبونا قمص ميخائيل البحيري تلميذه إيزو، القديس الأنبا مخيل أسقف نقادة، القديس الأنبا سنس أسقف قوس، القديس البابا كرول السادس أرشد ياكل حبيب جرس وكل مصافي قديسيك، هؤلاء الذين بصلاة مطلبات ارحمنا كلنا من أنقذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعى علينا القارئون فليقولوا أسماء أبانا القديسين البطاركة الذين رقدوا، الرب ينيح نفوسهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا. بركاتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. المجد لك يا رب يا رب لك المجد.
ومامي ليسون أولئك رب الذين خست نفوسهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى أبد في أورشليم السمية في ذلك الموضع، ونحن أيضا غرباء في هذا المكان، احفظنا في إيمانك وانعم لنا بسلامك إلى التمام. كما أيضا في كل شيء يتمجد وتبارك وارتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم، أنت مبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس. فلنشكر الله الآب ضابط الكل بربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلاً الآن نقف في هذا الموضع المقدس، نرفع أيدينا إلى أبوك ونخدم اسمه القدوس، وأيضاً فلنسأله وجعلنا مستحقين لشركة وإصعاد أسرار الإلهية الغير الميتة. آمين. الجسد المقدس نسجد لجسدك المقدس والدم ودمك الكريم اللذين لمسيح والضابط الكل الرب إلينا. آمين آمين. صلوا يا رب ارحم ارني بازي شويسة بالنوتي بشايني أوائر دوش ويريم موخن وو في دي زيتي كنم ببناين ريكبان مو خين بوهيت ليسون كيريه ليسون هي تفدينا يزود انت عنو بيت بفنو قنيس شيري زود بغرسوس بن شويت بوخ انت ونبين تي فويسي انتيني طاو تعرف دي البيت انتيني ميشيري وبيب بيت ويرادون عراب انجيني انا انشو انشو نمانا نزبا نزبا انتيني ارشي انتيني انجيلوس نمني ارشي انجيلوس
نجيب موفن تاني قومني برانيون فنود في طفرق يزين الناي زرون ناي تكي خري جنب جني خري اقون تبك ابن فمي سوى بكتوفو طهرنا نحن ايضا يا سيدنا من خطايانا الخفية والظاهرة وكل فكر لا يرضي صلاحك يا الله محب البشر فال يبعد عنا آمين فليبعد عنا طهر نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا وقلوبنا وعيوننا وأفهامنا أفكارنا ونياتنا لكي بقلب طاهر ونفس مستنيرة وجن غير مغزي إيمان بلا رياء ونية نقية وصبر كامل ورجاء ثابت نشر بدالة بغير خوف النصر خليك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات ونقول أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كففنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن اجعلنا من الشرير سيعصى ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد خمبرستو Simon to kireo eklenate nobion son kireye pros homen to metavovo amin irni balti etomne mate أولادك وبناتك اللي من إليك يا رب وكل الأوصون وأمرونا أن نذكرهم في صلاتك مرضى شعبك يا رب اشفيهم الحزنا أولادك وبناتك الطلبة نجحهم يا رب في امتحاناتهم يا رب واللي بيمتحن والله يمتحن يا رب كل شعبك رعايتك ورعايتك الذين ليس لهم أحد يذكرهم اذكرنا رب يا رب سلامة كنيسك الواحد الوحيد المكرج يا رب ليس قوتنا الباب الأنبت ودروس الثاني جميل اذكر يا رب شماعاتنا باركها خلصت حقا ونعرف قيدا ننصد بخوف الله امين امين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم القدس القديسين مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس امين واحدا هو الاب القدوس واحدا هو الابن القدوس واحدا هو روح القدس امين دي نادي دي روم دي جنشابي دي في خاي
جي تايتي سرق سنف تاخد اكنو كاني تنشير من شو سوا بنو جو من سيدي لسوس مخرسون شتي ومن خدش سني بترين تسوا تقول سوا بتياكي يا برسينا مريا افاي سوا اجمد نو تكون ميدا تموك نميدا دون ميدا شفدي يا بير وليان اربن تسبراز مشي سوا من توزا ورسخون شون ترين بالحقيقة دومي لو در مفارق نزو درازنا در بدعين يوضعنا خلاصا وفرانا للخطايا حتنا بديهة لكل من يتناول منه تنادي 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 جي سيدين ومزمي امين 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 ان هذا وبالحقيقة امين واطلبوا عنا وعن كل مسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم اذكرونا في بيت الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح معكم رتلوا بنشيدنا الليلويا صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية يا رب سان سينكي ري زوكسان